مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى الموضوع الثاني في برنامج متابعات، والحديث عن زيارة رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد إبراهيم بوغالي إلى كوريا، وفي اليوم الثالث والأخير من زيارته، أين زار مجمع هونداي لصناعة السيارات والتقى بكبار مسؤولي المجمع، والتي تحدث فيهم وتحدث عفوا معهم عن إمكانية بناء مصنع لمجمع هونداي في الجزائر مطلع سنة 2025، والتقى هناك مع كبار مسؤولي المجمع وتحدثوا على إمكانية 25. وفي لقاء جانبي جمع رئيس المجلس والوفد المرافق له وسفير الجزائر بكوريا بمسؤولية المجمع، وتحدثوا على أن هناك استمرار للمؤسسات الكورية العاملة بالجزائر، لا سيما خلال السنوات الماضية، أنها ستطور من حجم نشاطها بشكل خاص، وأشاروا إلى تحضيرات إطلاق مجمع هونداي لبناء مصنع له بالجزائر سنة 2025. تأتي هذه الزيارة التي يقوم بها سيد إبراهيم بوغالي إلى كوريا، وتحدث مع كبار مسؤولي مجمع هونداي، وكتب سيد بوغالي في السجل الذهبي للزوار عند استقباله من قبل كبار مسؤولي المجمع أن هذه الزيارة تندرج في إطار تعزيز التعاون القائم بين البلدين، حيث كانت فرصة للإطلاع على التجربة الكورية الرائدة في مجال صناعة السيارات. وفي لقاء جانبي جمع رئيس المجلس والوفد المرافق له وسفير الجزائر بكوريا بمسؤولي مجمع هونداي، أشاد السيد بوغالي باستمرار المؤسسات الكورية بالعمل في الجزائر لا سيما خلال المأساة الوطنية، ونوه بتطور حجم نشاطها، حيث أشار بشكل خاص إلى تحضيرات مجمع هونداي لبناء مصنع له بالجزائر سنة 2025. وللحديث في هذا الموضوع يلتحق بنا عبر الهاتف الدكتور هواري تيغرسي، أستاذ العلوم السياسية، عفوا أستاذ العلوم الاقتصادية. دكتور هواري تيغرسي، مرحبا بك. مرحبتين سي مارك. نعم، مرحبا بك دكتور هواري تيغرسي. باعتقادك، ما هو حجم الإنتاج المتوقع لمصنع هونداي في الجزائر سنة 2025 إن صارت الأمور كما يجب؟ طبعا لما نشوفوا الامكانيات الانتاجيه بالنسبه لهذا المصنع، وثقه بالنسبه لثقه الجزائريه بالنسبه لهذه الماركه العالميه، اليوم طبعا مؤسسه هونداي تقريبا من بين المؤسسات الكبيره في العالم، تقريبا عمل انتاجيه اكثر من 4.5 مليون سياره، 1.5 مليون تنتجها في كوريا، وثلث ملايين طبعا سياره تنتجها خارج كوريا. نظن الزياره اللي كانت من السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني سي بوغالي مهمة جدا لتكثيف طبعا وتفعيل طبعا هذه الحركات الدبلوماسية من خلال كل المسؤولين في الجزائر. الهدف طبعا هو كيف يمكن الترويج للإمكانيات الوطنية وطبعا للمناخ اللي موجود في الجزائر، واللي قانون كذلك الاستثمار ليعطي امتيازات كبرى. اليوم نعانوا من مشكلة السيارات في الجزائر، كوريين طبعا نعرفوا انه جاديين، راح نشوفوا ممكن جدا في 2025 بناء طبعا المصانع في الجزائر لطبعا انتاج السيارات، وراح نشوفوا كذلك اجتماعات في المراحل القادمه مع كثير من المؤسسات الوطنيه، وحتى بالنسبه لمؤسسات المناوله، لانه الثروات اللي موجوده في الجزائر سواء بالنسبه للحديد، اليوم ارتقينا الى تقريبا رابع مركب مهم موجود في الجزائر، معناتها المواد الخامة موجودة في الجزائر، وحتى بالنسبة للربحية في الجزائر موجودة، حتى أنه موقع الجغرافي بالنسبة للجزائر مهم، سواء بالنسبة لإفريقيا كوجهة لفتح كل الفضاءات بالنسبة لإفريقيا، سواء بالنسبة لآسيا، سواء بالنسبة لأوروبا، معناتها الموقع الجغرافي المهم جدا، والعلاقات طبعا الدبلوماسية الموجودة بين الجزائر وطبعا كوريا تعطي، وحسن الجوار اللي موجود يعطي حلول بالنسبه لتفعيل شراكات مهمه جدا في المراحل القادمه. ولكن دكتور هو تيغرسي، لنبدا بالمستوى المحلي، كيف سيؤثر هذا المصنع على السوق المحلي وعن الاقتصاد الجزائري بشكل عام؟
نعم، لما نشوف الإنتاج يكون وطني، ولكن بشرط، لأنه هناك دفتر شروط بالنسبة للسيارات المراحل السابقة. طبعا هذا دفتر الشروط ارتقى إلى مستوى استقطاب هذه المؤسسات. ما هي شروط هذه المؤسسات من حيث عملية الاندماج بالنسبة للثروات الوطنية؟ لأنه هناك إمكانيات وطنية، هناك طبعا عنصر بشري، هناك مؤسسات اليوم ناشئة، هناك مقاولاتية موجودة، هناك إرادة سياسية من طرف السلطات العمومية لإنجاز فقط هذه المشاريع. فقط كيف يمكن تحسين مناخ الاستثمار أكثر وتطوير أكثر، ومن خلال الإصلاحات اللي موجودة طيب في طيب انطلاقا من هذه النقطة من نعم مناخ الاستثمار، ولكن دكتور وائل تيغرسي، انطلاقا نعم من هذه النقطة، من نقطة تحسين مناخ الاستثمار، إبراهيم بوغالي يمثل السلطة التشريعية وهو من تحدث مع كبار مسؤولي مجمع هونداي. الآن الحكومة كيف يمكن لها إنجاح هذا المصنع؟ والله شوف، رئيس المجلس الشعبي الوطني وزن كبير، لأنه يمثل الهيئة التشريعية بالنسبة لعديد من القوانين، وإذا ارتأى باستشارة السيد رئيس الجمهورية في إصلاح بعض المنظومات القانونية التي لم ترتقي لاستقطاب الاستثمارات. هنا شفنا نحكي على المنظومات بكل صراحة، موش عيب أننا نصحح الأخطاء اللي موجودة في التشريعات وفي قوانين وفي دفاتر الشروط اللي كانت مفروضة. اليوم تقريبا منذ سنتين نسأل سؤال، لماذا لم يتم استقطاب هذه المؤسسات العالمية للاستثمار في الجزائر؟ سؤال وجيه ينبغي إيجاد. هل هو الخلل الموجود في العراقيل البيروقراطية؟ هل هو الخلل الموجود في المنظومة التشريعية؟ اليوم النقطة الإيجابية اللي موجودة، النقطة الإيجابية اللي موجودة. طيب تيغرسي، تشير على أنه هناك تحديات قد تواجه المصنع في الجزائر؟ نظن إذا ما أعطينا تحفيزات مهمة جدا بالنسبة لهذه المؤسسات العملاقة، وهذه التحفيزات تكون طبعا مشابهة بالنسبة لتوطين الاستثمارات في كثير من الدول، نقول أنه الربحية موجودة في الجزائر في أحسن من أحسن دول موجودة، لأنه تقريبا المواد الخام موجودة في الجزائر، العنصر البشري تكلفة طبعا مرتفعة، عنصر النقل كذلك منخفضة في الجزائر، إذا ما عرفنا وين نسوق كثير من المنتجات، الموقع الجغرافي، كل هذه الأمور تحسب لصالح الجزائر. فقط المنظومة التشريعية، هل ارتقت هذه المنظومة التشريعية لاستقطاب عملية الإصلاح؟ وزيارة طبعا رئيس من الشعب الوطني خير دليل أنه راح تكون مشاورات مهمة لعلاج كثير من الخلل الموجود في طبعا استقطاب هذه المؤسسات في الجزائر. ولكن لو نرتقي إلى تحسين مناخ الاستثمار في عدة منظومات، نظن أنه الجزائر طبعا ستكون قوة اقتصادية بامتياز. لما نشوف طبعا الجيران ينجو تقريبا 500 ألف سيارة، ولكن لما تشوف الإمكانيات ولما تشوف الثروات، لا يمكن مقارنة كثير من دول بالإمكانيات وبالثروات اللي موجودة في الجزائر. هذا مهم جدا، ينبغي أن نفتخر بهذه الإمكانيات، ولكن ينبغي أن نعمل على تحسين مناخ الاستثمار في الجزائر. مناخ الاستثمار سواء بالنسبة للمناخ في المنظومة المالية، البنوك، سوق المالي، الضريبة كذلك، أملاك الدولة كذلك، في الجمل، كل هذه الأمور ينبغي طبعا أن تتحين أكثر فأكثر، وإصلاح هذه المنظومة يجب أن يخضع إلى المعايير الدولية اللي ارتقت كثير من دول. طيب شفنا أن هناك تجارب واقعة، نظن أنه الحمد لله أنه دكتور والتي غسي بالحديث عن المنظومة التشريعية وعن القوانين، هذا المشروع وهذا المصنع أكيد سيتيح فرص عمل للجزائريين، لكن هل يمكن سن قوانين تجبر مجمع هونداي على نقل الخبرات وتكوين الكفاءة الجزائرية؟ سي مالك، خليني نقول لك نقطة مهمة جدا. ضعف فينا، مش فيك لا في كوريا ولا طبعا في كثير من دول. كيف يمكن للارتقاء إلى مستوى تفاوضي؟ لازم لما نوضع قوانين وتشريعات، ولما نوضع طبعا دفتر شروط بالنسبة لكثير من طبعا
المؤسسات أو كثير من المنتجات ما نعتمدش على كان نفكر في الجزائر فقط، لا نفكر في معايير دولية لاستقطاب طبعا بالنسبة لهذه المؤسسات. هل هذا دفتر الشروط يمكن أنه يستقطب هذه المؤسسة، يغوي هذه المؤسسة، يحرك هذه المؤسسة؟ نعم، لكن لما ندير دفتر الشروط ونفرض طبعا قوانين صارمة على كثير من كثير من الاستثمار الأجنبي المباشر في هذه الحالة، نقول لك أنه لا يمكن طبعا استقطاب هذا الاستثمار، لأنه فرضت قانون بفكرك برأيك بشخصيتك أنت كجزائري. لا، هناك معايير دولية يجب طبعا الارتقاء إلى هذه المعايير الدولية في عملية تحسين مناخ الاستثمار لاستقطاب كثير من المؤسسات الأجنبية. نعم، اليوم نحكو على مناخ الاستثمار اللي طبعا الأستاذ بوغالي كان أعطى محاسن القانون الاستثمار طبعا في الجزائر، ولكن قانون الاستثمار هناك فكرة مهمة جدا فيما يخص طبعا العقار الاقتصادي اللي هو السياحي والصناعي، لم تتحرك الماكينة بالنسبة لتوفير العقارات. إذا ينبغي أن تكون حركية، هناك قوانين ولكن ينبغي تفعيلها في أرض الواقع باش تكون عندنا قوانين جذابة للاستثمار، قوانين تصير طبعا لعابة للمستثمر الأجنبي وحتى بالنسبة للمستثمر الوطني كذلك. جيد، دكتور وليد غرسي أستاذ العلوم الاقتصادية، شكرا لك. شكرا، بارك الله فيكم.